الحلول اتكلمنا عنها، يعني لما اجي اقول لك ايه تيجي تقول لي والله طب ما احنا طلعنا مشاكل هنعمل ايه؟ ما احنا قلنا معظم الحلول، يعني المشاكل قلناها وعدينا على اغلبها وقلنا حلها ايه؟ ما عندكش حسابات، طب ما تجيب سيستم حسابات. تمام؟ دوران المخزون قليل، خلاص قلل المخزون، زود البيع. دوران المخزون اعلى من اللازم، كويس، زود المخزون. مش هقول لك قلل البيع يعني. عبد الله عايز المايك. فاحنا اللي قلناه في الكورس البيست براكتسز، الافضل ما يكون ايه المشاكل، ايه حلولها، علشان لما نيجي نعمل السوات نعرف نشخص، وبالتالي هيبقى سهل نعالج. تمام، اتفضل. السوات هل يحتوي على الروت كوز اناليسيس جوه السوات؟ لا مش جواه، لا ده مش جواه. انت هنا بتيجي مثلا ايه، احنا عندنا المشكله حطيناها، وبعدين طلع عندنا في العيب طلعناه في الحته دي، مثلا انخفاض المبيعات. ليه؟ لان عدد البياعين قليلين. كويس، هتيجي انت حضرتك ايه ده، انت بتعمله كده على الهامش يعني. تيجي انت بقى حضرتك في السوات تقوم انت كاتب لي من ضمن المشاكل انخفاض البياعين المبيعات بسبب ايه، قله عدد فريق البيع. ده تحليل بره، بس بتاخد منه علشان لما تيجي توصف المشكله إيه، تبقى انت بتوصفها بجذور اسباب. واضح؟ معلش ما فهمتش. الروت كوز اناليسيس بنعمله بعد السوات؟ لا، ولا بنعمل روت روت كوز اناليسيس بتعمله علشان تعمل السوات مظبوط. يعني كان زمان لما كان بيجي لك في الامتحان كده يقول لك اديني النتيجه النهائيه، ما تحطش تحط لي الخطوات، الخطوات حطها في الهامش، اعملها في مسوات ده في اي حته، بس حط لي النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه هي السوات، بس انت علشان تطلع الخطوات بتاعت الحل من ضمنها الروت كوز اناليسيس. انا مش هنناقش الروت كوز اناليسيس، بس انا هبقى عارف انك عملته منين. انك هتيجي تقول لي ايه كذا بسبب كذا، خلاص يبقى انت كويس كده عملتها. في عندي مشكله كذا سببها كذا، مشكله كذا سببها كذا. وعلى فكره الروت كوز حتى ما هيش مشاكل بس، نقطه القوه. تيجي تقول لي مثلا احنا عندنا ايه سمعه الشركه ممتازه، لان احنا ايه بنعامل الناس كويس، وصلنا للولاء، لان احنا بنريح العملاء. ما هي دي برضو روت كوز، الناس دي بتبقى مبسوطه مننا. ليه؟ لان احنا فاهمين. الشركه المنافسه الغريبه اللي هو الراجل بيقول لك ايه لطشولهم دول، الشركه اساسا اهم حاجه فيها العملاء، فلما احنا كده كلنا ايه نعامل العملاء بهذه العداوه ونقول لهم بناقص، دي خساره فادحه. فيبقى انت تيجي تقول ايه ان احنا ده لو عمل سوات اناليسيس عمره ما هيطلع نفسه عنده نقطه ضعف، هيقول احنا شركه عظيمه وبنختار العملاء بتوعنا، واحنا بكي في العملاء، مش اي عميل نتعامل معه، احنا بس نتعامل مع العملاء المحترمين. هو مش هيبقى حاسس ان عنده مشكله طبعا. على فكره الشركه دي انا كنت شغال فيها، اول شركه بدات فيها بالنشاط دوت كانت انا لما اتخرجت اشتغلت فيها. كويس انك ما تعادتش. واشتغلت فيها 9 سنين. طب والله كويس انك ما تعادتش بالثقافه دي. ما هي الثقافه دي جت على فكره بعد ما احنا مشينا، هو فوق المدير مدير التسويق مشي، ومدير عام الشركه وبعدها هو اترقى وبقى مدير عام الشركه برضه مشي، ومدير البيع مشي، ومدير الدعم الفني عنده مشي، والمهندس اللي هو مسك بعد مدير البيع اللي هو مدير البيع رشحه له قبل ما يمشي برضه مشي. وجهه نظره كمان قال لك ان انا افك الناس دي باتنين تلاتة، وبدأ يجيب أهل الثقة مش أهل الخبرة. يعني جاب واحد محامي شغله في مسكه مدير مبيعات قطاع زراعي هو مش فاهم. طب وشغالين الشركة شغالها كويس يعني، شغالة بقوة الدفع القديمة اللي هي عملتها الاستاف القديم اللي كان فيها، لأن احنا سوق ساذج، ده المفروض يخرج من السوق. لو السوق فيه عملاء محترمين عارفين حقوقهم، ده المفروض ما يبيعش خالص. لما يتعرف انه بيعامل الناس بهذه يعني العنجهية